شعوري طبعا اول ما دخلت لوياك كنت اجهل في كثير من الامور، وخصوصا في المجال التطوع في مجال العمل. حسيت انه شيء اضاف لي قيمه معنويه مهنيه، يعني اعطتني فكر، اعطتني قيمه، حسيت اني صرت افضل، تطورت، صرت احسن، خبرات حياتيه عمليه في مختلف المجالات. دخولي لوياك طبعا خلاني اساهم اني اساعد ناس كثيره محتاجه، ضاف لي فكر جديد، ضاف لي منطق جديد في الحياه. انصح كل شاب وشابه انه يدخلون لوياك. طبعا لوياك راح تضيف لهم خبرات في مجال الحياه، في مجال المهني، في المجال العلمي، بالإضافة يساهمون بتطوير المجتمع في مختلف المجالات.